خلونا نعرف تفاصيل اكتر. معانا عبر الهاتف استاذ عبد الفتاح حافظ وكيل وزاره الشباب والرياضه بي بور سعيد. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ هبه. يا اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا احنا بنتكلم عن التزلج بالعجلات في محافظه بورسعيد، واعتقد ان هذا الماراثون هو الاول من نوعه في الشرق الاوسط. ازاي تم تنظيمه ونسبه الاقبال عليه من الشباب كمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفكره شبابيه 100% و100%. الفكره نبعت من شباب بورسعيد محب لرياضه السيت. واضح جدا ان الرياضه اخذ ناس كتير، جروبات كتير تم دعوتها في مصر وفي محافظات مصر. يعني احنا جالنا امبارح عدد كبير من المحافظات شاركت وكانت حريصه على المشاركه. الحقيقه حوالي 800 مشارك ما بين شاب وفتاه من اعمار مختلفه. كان مظهر مبهج جدا ان هم بيشاركونا منذ الساعه 7 صباحا، ابتدوا يتوافدوا على محافظه بورسعيد. محافظه بورسعيد اجبرت الجميع النهارده ان هي تفرض نفسها على خريطه السياحه الداخليه. بصراحه في عهد اللي هو عادل الغضبان محافظ بورسعيد اللي طور المحافظه خلال السنوات الخمس الماضيه وجعلها قبله للسياحه الداخليه. الحقيقه سيادته اصدر توجيهاته بان كل الاجهزه في محافظه بورسعيد تتعاون مع هذه الفكره الشبابيه اللي ايضا لقت كل الدعم من هيئه تنشيط السياحه في بورسعيد. استاذ عبد الفتاح، هو ده اللي انا كنت عايز اسال حضرتك فيه، مين الجهات اللي بتساعدكم علشان تنظموا فعاليات زي دي؟ واحنا دلوقتي لو بنتكلم عن فعاليه زي دي محتاجين مثلا طرق معينه الناس بتمشي فيها غير الطرق العاديه، يعني الحدث ده بيتنظم ازاي عشان يخرج بهذا الشكل المميز؟ سؤال رائع يا استاذ هدير. الحقيقه بورسعيد في الاونه الاخيره بتشهد خطه رصد تشمل كل شوارعها الرئيسيه، بل ابتدت الشوارع الجانبيه يتم الاهتمام بيها. في احياء كتير النهارده بتشهد فعاليات رياضيه لم تشهدها من قبل، يعني لم يقتصر النشاط الرياضي والايفنتات الرياضيه على الشوارع الرئيسيه بس وشارع البحر او شارع 23 اللي تم تنفيذ هذه الفعاليه فيهم. لا، النهارده في توجيهات اللي هو عادل الغضبان في مناطق اكثر احتياجا لان احنا نقتحمها ونشارك اهلها يشاركونا واحنا نشارك اهلها بمثل هذه الفعاليات. الحقيقه مش هيقتصر مثل هذا الرالي على ما شاهدتموه بالامس، انما ان شاء الله دي باكوره لراليات مستقبلا. ان شاء الله خلال شهرين ان شاء الله هنعمل رالي اكبر منه ان شاء الله. توجيهات سياده الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بان احنا ندعم هذه الرياضيات اللي بيمارسها الشباب من جميع الاعمار ومنها رياضه السكيت. حضراتكم زي ما شفتوا امبارح وزي ما عاشت بورسعيد امبارح ملحمه من الرياضه اللي شارك فيها انماط سياحيه. كان خط السير حرص وضع خط السير حتى من الشباب بان هم يمروا على المنشات السياحيه الجديده في بورسعيد والمنشات الرياضيه وشارك. كان مظهر مبهج جدا ان اهل بورسعيد حريصين ان هم كانوا يصحوا بدري ويشاركونا ويشاركوا في مشاهده هذه الرياضه اللي اعتقد ان هي خلال الايام القادمه ان شاء الله هتجذب ناس كتير وخاصة من الشباب اللي كانوا بيتابعوا معانا المهرجان وبيتابعوا معانا الرالي وبيتابعوا معانا الماراثون من جميع المحافظات. يمكن بس احب اضيف اضافة ان لم يقتصر النشاط في هذا اليوم على الرالي فقط في خط سيره لمدة 4 كيلو، انما اختتم بمهرجان فني رائع جدا في احدى الشوارع السياحية في محافظة بورسعيد، بل تابعوا بعد صلاة الجمعة مباشرة جولات في جميع أنحاء المحافظة من هؤلاء الشباب. عظيم. كل فيما يخصه اللافت يعني كمان في كلام حضرتك يا استاذ عبد الفتاح انه بيتم اختيار الاماكن، يعني اختيار الاماكن مش ماشي كده، لا بنختار الاماكن السياحيه في المحافظه للترويج لهذه الاماكن السياحيه سواء في الماراثون او كمان في الحفل الفني اللي حضرتك بتقول عليه.
بالظبط كده يا فندم. يعني هو كان برضه سياده اللواء علي غضبان اصدر قرار بان يترأس اللواء عاطف محمد وجدي السكرتير العام اللجان الاعداد لهذه البطوله. الحقيقه عملنا اجتماعين، كل الاجهزه في محافظه بورسعيد تضافرت لانجاح هذا الحدث عظيم اللي ان شاء الله يتكرر خلال الايام القادمه او الاسابيع القليله القادمه في شوارع اخرى وفي معالم سياحيه اخرى، ومشاركه عدد اكبر باذن الله ان شاء الله. كل الشكر ليك يا فندم استاذ عبد الفتاح حافظ، وكيل وزاره الشباب والرياضه ببورسعيد، شكرا جزيلا ليك.